بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيقوم بشرح ما وقفنا عنده في هذا الباب. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله. وقف بنا الحديث في كتاب آداب المشي إلى الصلاة عند الدعاء. يقول المؤلف رحمه الله: ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع الدعاء الذي يقال بعد الصلاة، نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أفضل الدعاء، فهو ذكر ودعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وحده هذا تأكيد لقوله لا إله إلا الله، لا شريك له أيضا تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، لأن معناها نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله جل وعلا. نعم. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به على عباده، فهو الذي يحمد سبحانه على ما أنعم، وهذا افتتح الله به القرآن الكريم في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. رب أي مربيهم بنعمه وخالقهم، والمنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، فله الحمد أي الثناء الكامل لله على نعمه وعلى فضله وإحسانه. رب العالمين، العالمين جمع عالم، فكل ما في الكون فهو عوالم مختلفة، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم العرب وعالم العجم وهكذا، وعالم الفرس، عوالم متعددة، وربها واحد وهو الله، هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها وهو الذي تجب عليهم عبادته وحده لا شريك له. نعم. وسبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله هذا تنزيه، التسبيح هو التنزيه، سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نعم. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله سبق معناها، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. والله أكبر. الله أكبر من كل شيء، فله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، فهو أكبر كل شيء سبحانه وتعالى. كل شيء فهو عبد لله، وهو حقير وصغير أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول ولا قوة على ذلك إلا بالله، أي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كنوز الجنة. نعم. ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. ثم إن قال بعد هذا اللهم اغفر لي، أي طلب المغفرة من الله، والمغفرة هي الستر، والغفر هو الستر. اللهم اغفر لي، أي استر عيوبي وسيئاتي بعفوك ومنك وكرمك. نعم. فإن توضأ أو صلى قبلت صلاته. فإن توضأ بعد ذلك وصلى صلاة نافلة قبلت صلاته. صلى يعني صلاة الوضوء، فالوضوء يستحب له الصلاة بعده. نعم. ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم يقول بعد ذلك الحمد لله الذي أحياني بعدما أمات، أي أحياني يعني أيقظني من النوم، لأن النوم موت. بعدما أماتني يعني بالنوم، فالنوم موت، وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار. نعم. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. نعم. أستغفرك لذنبي. أطلب منك المغفرة لذنبي، وهو ستره والعفو عنه. نعم. وأسألك رحمتك. أسألك رحمتك، برحمة الله عز وجل واسعة، رحمته واسعة، فهو الرحمن الرحيم. الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. اللهم زدني علما. اللهم زدني علما، لأن الإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله. حتى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحمد لله على ما علمنا. نعم. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. نعم. لا تزغ قلبي عن الهدى، تزغه عن الهدى. زاغ أي إذا ضل وانحرف بعد الهدى. لا تزغ قلبي، الإنسان لا يأمن على دينه ولا يأمن على قلبه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالمسلم لا يأمن من الزيغ والانحراف والضلال، فيسأل الله الثبات على دينه. نعم. وهب لي من لدنك رحمة. هب لي، أعطني من لدنك، أي من عندك، رحمة، رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين آمنوا والذين يتقون. نعم. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، المعطي كثير العطاء. الوهاب كثير الهبات، أي كثير العطايا، فلا يحصى عطاؤه سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله الذي رد علي روحي.
نعم، يقول بعد نومه هذا الذكر، ومنه الحمد لله الذي رد علي روحي، لأن روحه قبضت عند النوم ثم ردها الله عليه عند اليقظة فقام. نعم. وعافاني في جسدي، عافاني من الآفات والأمراض في جسدي. نعم. وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره يعني أمرني بذكره، فالله جل وعلا أمر بذكره على كل حال وفي كل وقت، يذكر بالتهليل والتسبيح والتكبير، ويذكر أيضا بالصلاة والعبادة. نعم. ثم يستاك، ثم يستحب له أن بعد هذا الذكر أن يستاك، يستعمل المسواك على أسنانه، لأنه تغير رائحة فمه بالنوم فيزيلها بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم أول ما يعمل أنه يستاك بعد اليقظة قبل الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. شيخ، هل هناك أشياء تقوم مقام السواك إذا لم يوجد السواك؟ كل ما ينظف الفم وينقيه فإنه يقوم مقام السواك. نعم. ثم إذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح بالاستفتاح المكتوبة. ثم فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة. نعم، الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فأي استفتاح قاله مما ورد فإنه يجزيه، ولكن الاستفتاح المعروف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جلك ولا إله غيرك. نعم. وإن شاء بغيره، وإن شاء بغير هذا من الاستفتاحات الواردة. نعم. كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. نعم، هذا نوع من أنواع الاستفتاحات الواردة: اللهم لك الحمد على ما على نعمك وإحسانك، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بنعمه. نعم. ومن فيهن أنت؟ نعم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض ومن فيهن. الله نور السماوات والأرض كما جاء في الآية، فهو الذي النور الذي في السماوات والأرض، هذا من نوره سبحانه وتعالى ومن خلقه، خلق الظلمات والنور. نعم. ولك الحمد، ولك الحمد يثني على الله مرة ثانية. نعم. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت قيوم السماوات والأرض، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم والقيام القائم بأمور عباده سبحانه وتعالى، يدبرها ويسوقها ويباركها. نعم. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات، نعم. أنت ملك السماوات، ملك السماوات والأرض ومن فيهن. الملك لله وحده، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فالملك له سبحانه، وملوك الدنيا إنما نالهم الملك بتيسير الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم هذا الملك وهو القادر على خلعه، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نعم. أنت الحق ووعدك الحق. أنت الحق، أنت الحق، لا يعني اليقين، الحق المتيقن، والحق ضد الباطل، الله هو الحق،
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وقولك الحق. قولك الحق، الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى على رسله هي كلها حق وحقيقة من عند الله عز وجل. نعم. ولقاؤك حق. لقاؤك بعد الموت حق، وذلك في بعد البعث. نعم. والجنة حق. الجنة حق والنار حق، بمعنى أنها لا يشك فيها، الله أخبر عنها، أخبر عن الجنة وأخبر عن النار ووصف كل منهما، فهي حق لا يشك فيه. نعم. والنبيون حق. النبيون جميعا حق، الله هو الذي أرسلهم والله هو الذي نبأهم، فالنبوة حق والرسالة حق، والنبي أعم من الرسول، والرسول أخص. نعم. والساعة حق، يعني قيام الساعة حق ثابت لا ريب فيه ولا يشك فيه مسلم. نعم. اللهم لك أسلمت. أسلمت، لا اللهم، اللهم لك أسلمت، لك يعني انقدت. الإسلام هو الانقياد لله بالطاعة، هو الإسلام هو الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك. نعم. وبك آمنت. بك آمنت يعني صدقت وتيقنت. نعم. وعليك توكلت. فوضت أموري إليك، التوكل هو التوكل هو التفويض، أي فوضت أموري إليك، فهو المتصرف سبحانه وتعالى بشؤون عباده. نعم. وإليك أنبت، يعني رجعت، الإنابة الرجوع، الإنابة والاستغفار والتوبة بمعنى واحد، أنها الرجوع إلى الله من الطاعة، من المعصية إلى الطاعة. نعم. وبك خاصمت. بك خاصمت من جحد وكفر، فنحن نخاصم كل من كفر وكل من أشرك، خاصمه بالحق الذي نزلت به الكتب على رسله. نعم. وإليك حاكمت. وإليك حاكمت، فالحكم لله عز وجل، الحكم لله عز وجل، التحاكم إلى كتابه، سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. استر علي وامحو عني ما قدمت من الذنوب وما أخرته. نعم. وما أسررت وما أعلنت. وما أسررت وما أعلنت، الظاهر والباطن. نعم. وما أنت أعلم به مني. وما أنت أعلم به مني، من شؤوني وما يصدر مني وما في قلبي. نعم. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المتصرف بشؤون عبادك سبحانه وتعالى، فمن قدمه الله فقد كرمه، ومن أخره فقد أهانه. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول من حال، لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم الشيخ صالح بشرح هذه المتون من كتاب أداب المشي إلى الصلاة. شكرا لفريق العمل الذي سجل هذا اللقاء، وشكرا لكم جميعا على المتابعة والمراسلة في هذا البرنامج. يتجدد اللقاء في دروس قادمة مع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.